كتابان يهزان الوجدان العربي والعالمي. أولا، صورة غلاف أسرار النساء باللغة العربية. المرفق الثاني، صورة غلاف Women's Secrets باللغة الإنجليزية، وهو نفس الكتاب لكنه عبارة عن ترجمة باللغة الإنجليزية لنفس النص. المرفق الثالث هو صورة غلاف حالة رجم باللغة الإنجليزية بعنوان A Stoning Case. المرفق الرابع والأخير هو صورة عن جدول القراءات في المدة الأخيرة لهذين الكتابين، ويعود معظم القراءات إلى القراءات الذكورية في الحالين. فرحت للوهلة الأولى، إذ هناك من يقرأ لي من كافة أنحاء الأرض، وهذا ما كان حلمي، حتى لو كان هلالا حتى الآن ولم يكتمل بدرا، غير أن فرحي سرعان ما تحول إلى حزن عميق. عندما أحلل مثل هذا الجدول يقف في حلقي سؤال فأغص. يقول السؤال: ما هي اهتمامات القارئ العربي، وخاصة أن معظم القراء من الذكور؟ وما هي اهتمامات القارئ باللغة الإنجليزية، باللغة الأجنبية؟ عندما يكون اهتمام الرجل العربي ما بين سن 20 و50 هو محتوى أسرار النساء، اعتقادا منه أنه سيقرأ لمحات شاذة في حياتها، أو أنه سيعرف أسرارها وخاصة الجنسية منها فيستطيع استعبادها أكثر. عندما يكون اهتمام قارئ اللغة العربية هكذا، فإنه بالتأكيد سيحزنني. في مقابل ذلك نرى قارئ اللغة الإنجليزية يهتم بما يقع على المرأة من جور، يعني عكس ذلك الاهتمام الموجود لدينا مع الأسف، وخاصة في بعض المواقف المخيفة كما هي في حالة رجم. في حالة رجم هو هذا الكتاب المؤلف من مجموعة قصص. عندما يكون اهتمام الأجنبي باللغة الإنجليزية في كتاب حالة رجم، ويكون اهتمام العربي في أسرار النساء، هنا يكون الحزن أكبر. أضفت في هذا الموقف الأخلاقي والفكري والنسخة الإنجليزية لأسرار النساء، أضفت أسرار النساء باللغة الإنجليزية والتي لم يقرأها أحد على الإطلاق من قراء اللغة الأجنبية. إنها نفس النصوص العربية التي تقرأ كثيرا لكنها مترجمة، والعرب يجعلون من قصصها هدفا، والأجانب لا يكترثون لأسرار النساء، بل يكترثون بصورة واضحة بما يقع عليها من ظلم، فهذا يجعل حزني أعمق بكثير. مع الأسف هذه صورة لواقع عملي حقيقي بإحصاءات من صفحة القراءات عندي خلال الشهرين الماضيين. أذكر بأن الأنثى ما تزال تعاني ضمن القوانين الفاعلة، حتى لو أن بعضهن استطعن أن يجتزن مرحلة العبودية بأدواتهن الخاصة. وحسب هذا الإحصاء أستطيع أن أقول إن الكثيرين، وليس الكل بالتأكيد، إن الكثيرين
ما زالوا ينظرون إلى نصفها الأدنى قبل وجهها، ما زالوا ينظرون إلى نصفها الأدنى قبل وجهها المشرق فطنة ومحبة وكرامة. زهير الشريف.